السلام عليكم، اهلا بيكم. شركه بوينج الامريكيه تعترف بتفوق الاف 15 السعوديه لاصطياد الصواريخ الكروز. هذه الفكره فقط لدى الطائرين السعوديين الذين تقرأ هذه الفكره على مستوى العالم. من هنا اقدر اقول لكم اهلا بيكم على حدث اليوم. الرئيس التنفيذي لشركه بوينج الامريكيه يعترف في تصريح خطير جدا، بيقول بيقول انه الطائرين السعوديين قاموا بفكرة هي الوحيدة على مستوى العالم من استخدام الطائرات الاف 15 لاعتراض واسقاط الصواريخ الكروز الايرانية وايضا المسيرات. الطائرات الاف 15 هي مصممة في الاساس بصواريخ يعني بعيدة المدى ومتوسط المدى، ولكن هذه الصواريخ لمواجهة الطائرات او جو جو او جو ارض. هذه الصواريخ او قنابل، يعني قنابل تكتيكية لاختراق التحصينات الأرضية، هي دي وظيفة الاف 15. وأيضا ممكن منها ان انت في صواريخ منها لاصطياد للاف 15 الاس اي، هي فيها قدرة وإمكانية ان هي تصطاد الأقمار الصناعية. دي حقيقة واقعية. الاف 15 اللي بتشغلها السعودية بأعداد 84 طائرة في صفقة تمت منذ سنوات وتشغلها السعودية منذ سنوات، ولكن في مجابهة الحرب مع الكيان الفارسي باستخدام شعة الشوارع للصواريخ البالستية والكروز، هنا جاء اعتراف من شركة بوينج والرئيس التنفيذي لهذه الشركة في تصريح خطير جدا بيعترف بتفوق واحترافية الطيارين السعوديين. المقاتل السعودي الذي يشغل هذه الطائرة دي يعني موجودة على مستوى العالم في أكتر من يعني 15 أو 20 دولة، موجودة في أوروبا وموجودة في كوريا واليابان وتقريبا في بعض الدول الخليجية بتشغلها بالفعل، لكن وإسرائيل، لكن هي مخصصة للقتال الجوي أو يعني فيس تو فيس أو القتال الجوي الأرضي. لكن إن هي تعترض صواريخ كروز، لا، دي وظيفة الصواريخ الدفاع الجوي الأرضية اللي هي أرض جو، لكن جو جو لاصطياد صواريخ أرض أرض ده جديد. صواريخ الكروز يتم إطلاقها من الأرض للأرض، يعني اللي هي تخترق الغلاف الجوي ثم تسقط على الهدف من المدى البعيد، لكن ان انت تعترضها ده ابتكار جديد جدا. هو بيقول المسؤول الامريكي لبوينج مستر بيتكلم، بيقول انه الجديد في الامر انه تم استخدام هذه القدرة للطيارين باحترافية كبيرة جدا، ان انت تقدر بالمقدرة والمعرفة للطيار ان هو يطوع الصواريخ او السلاح اللي في ايده لابتكار جديد يتم استخدامه لاول مره. من هنا شركه بوينج ابتدت تتكلم على انه طبعا في الطائره الاحدث على مستوى العالم يعني تم تطويرها، وان هي الاي اكس، ودي ان حتى صرح المسؤول الامريكي وقال انه السعوديه ممكن يعني تعمل تعديلات على الطائره الحاليه اللي موجوده لدى السعوديه اللي هي الاس اي. وبالفعل هو اتكلم عن تحديث لحوالي 50 طائره. طبعا السعوديه بتشغل 84، فما تقدرش ان هي تعمل تحديث للطائرات كلها، العدد كله 84 من الاف 15 دي، ولكن الاس اي بتكلم عليها، لكن ان هو يقدر يعمل تحديث ل 50 طائره. طب هو بيتكلم عن الاي اكس الاحدث على مستوى العالم، وانا كنت اتكلمت قبل كده ان السعوديه من الممولين للمشروع دوت بحوالي 2 مليار دولار. لما تسال عن امكانيه ان السعوديه الحصول على الطائره الاحدث اللي هي الاي اكس، رد يعني مرضيش يرد رد حاسم وقال من الممكن. لكن هنا المسؤول دوت اتكلم عن انه القدرة الكبيرة للطيارين السعوديين لتطويع الاسلحة اللي فيها لاصطياد الصواريخ الكروز بطريقة احترافية لم نشهد لها من قبل. هو بيقول ان احنا ما شفناش الموضوع ده قبل كده، فبالنسبة لهم دي تعتبر طفرة كبيرة جدا، وانه يعني دي ناخد بالنا ان هي بتدي سمعة للاف 15 عامة، ان هي تقدر تصطاد الصواريخ الكروز او المسيرات. هنا غفلوا ان هم يتكلموا عن اصطياد المسيرات، هو اتكلم فقط عن الصواريخ الكروز. لكن انا نوهت قبل كده من حوالي اكتر من 4 اشهر اتكلمت عن الاف 15 نفسها، دي اللي هي الاس اي الوحيده اللي اصطادت مسيرات وما زالت لغايه دلوقتي،
بتصطاد المسيرات فيس تو فيس. يعني احنا عارفين ان الطلعات الجويه لمقاتلات السعوديه بدايه من وسط السعوديه حتى الجنوب في اطار العمليات العسكريه يعني في الايام السابقه قبل الهدنه يعني قبل شهر رمضان كانت الطلعات مستمره في الجو باعداد كثيفه جدا. فحينما يتم رصد بالرادار اللي موجود على الطائره بيتم رصد مسيره بيتم التعامل معاها في الجو وجها لوجه، وده كان برضو نوع يعني ده برضو ابتكار جديد احترافي للطيارين السعوديين. يبقى هما هعملوا هنا حاجتين اتنين، ان المقاتلة الاف 15 تعترض الصواريخ اللي هي الكروز والصواريخ البالستية، وايضا تصطاد المسيرات، وده ابتكارين جديد اتنين جداد اللي ابتكرهم الطيارين السعوديين بالقدرات الاحترافية. من ناحية تانية، الأسبوع الماضي يوم الأربعاء الماضي قام نائب قائد القوات الجوية السعودية اللواء الركن طيار طلال بن سلمان الغمدي قام بتكريم والاحتفال مع الطيارين السعوديين في مكان ما في الرياض يعني بالاحتفال، وفي نفس الوقت اللي هو كرم بعض الطيارين المميزين المحترفين اللي قاموا بالقدرات اللي هي بإسقاط الصواريخ الكروز والمسيرات، وقام بتكريمهم في هذا الحفل يوم الأربعاء الماضي اللي هو كان ثالث يوم عيد الفطر. انطلاقا من الأمر دوت، السعودية مش إن هي بتكرمهم بس، إن هي بتحتفل بيهم وتحفز الطائرين الآخرين. القدرات التسليحية اللي موجودة لدى السعودية هي الأحدث على مستوى العالم، أحدث طائرة على مستوى العالم الاس اي. يوجد 9 طائرات فقط من الاي اكس موجودة في امريكا في بعض القواعد للتشغيل وللتجريب، ولكن مش اللي هو التدشين الكامل وان هو بيتم استخدامها على نطاق واسع، ولكن اعتقد في بداية او اخر العام الحالي او بداية العام القادم ان شاء الله او 23 هيكون تسليم هذه الطائرة، وفي الغالب السعودية هتستلم منها عدد لا بأس منه لا يقل عن 70 طائرة، لأن هي الممول لها رغم اختلاف البعض معه، ولكن تبقى لمصادر أمريكية تحدثت عن ذلك، وأنا اتكلمت في حلقة سابقة قبل كده في الأمر ده. احنا بنتكلم برضو المدير التنفيذي لشركة بوينج الأمريكية قال إن الطائرة السعودية الاف 15 اس اي ان هي تعادل ان هي يقوم بالتعديل عليها للمستوى المتقدم اللي هو الاس والدي، واتكلم عن ان المستوى الطيارين السعوديين مستواهم احترافي جدا، وان هم قاموا بنوع جديد من العمليات القتالية الجوية لم يصل لها حتى الطيارين الامريكيين في هذه المعادلة. الفكر الاحترافي واستخدام السلاح الطيران السعودي بطريقة للتعامل مع التهديدات الجوية بطريقة ربما لم تخطر على بال المصنعين، ده اللي قاله في آخر الكلام المدير التنفيذي لشركة بوينج باعتراف الأمريكيين بقدرة وقوات القدرات السعودية وطيران السعوديين لاستخدام نوع جديد من القتال، وهو الاستهداف للصواريخ الجو جو، لكن إسقاط الصواريخ الأرض أرض الكروز وأيضا المسيرات. من هنا نقدر نقول ان في اطار رؤيه الامير محمد سلمان 2030 لتطويع قدرات تسليحيه كبيره جدا، من هنا بينطلق الطيارين السعوديين لمصاف الدول الكبرى باعتراف شركه بوينج الامريكيه. من هنا اقدر اقول لكم اهلا بكم لقدرات جديده لدى السعوديه، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.